عيد الرئيس عرس استقبال جاهز المقدم المصلي عبد الرحمن رئيس فرقة شرطة كيلي براس العين. دائما كان في بروباغندا انه بيقولوا والله انه في تغيير ديموغرافي وفي الجيش الوطني عنده انتهاكات وكذا، لربما يكون في بعض التجاوزات، لكن نحن عالجنا كل الامور هذا، ودائما عملنا مناشده انه اهالي المنطقه يرجعوا على قراهم على بيوتهم، لانه ما في بيت بيحمل البيت غير صاحب البيت، وطبعا بالاضافه الى قوى الامن والجيش الوطني. واليوم في عندنا وفد من المجلس الاستشاري اليزيدي من المانيا رجوا، وفي عائلات مثل ما بتعرفوا قبل فتره رجعوا عائلات يزيديه واخذوا ممتلكاتهم رجعوا على بيوتهم وصاروا يشتغلوا باراضيهم. لذلك نحن بنناشد اخوتنا انه ما ينغشوا بالاعلام البيكيكي انه في هون اعتقالات وكذا. بالعكس نحن كحكومة سورية مؤقتة نعطيهم كل الضمانات، وهون طبعا الناس متعايشين من مئات السنين، يعني ما لازم نعمل فتنة انه هذا يزيدي هذا شوري هذا ترماني هذا عربي. هون راس العين نموذج لسوريا، يعني انه كل المكونات موجودة وعم بيعيشوا مع بعض بأمان وسلام، لكن نتمنى نحن انه هن ما ينغشوا بأعلام البكك ويرجعوا. نحن كحكومة سورية مؤقتة بكل مؤسساتها بدنا نساعدهم ويرجعوا بأمان في ضمانات لحياتهم في ضمانات لممتلكاتهم ويتفضلوا لبيوتهم. كنا نسمع أخبار جيدة عن رأس العين حول أوضاع أمنية وغيرها، طلب من جينا لنشوف على أرض الواقع، والحمد لله على أرض الواقع يوم بيوم أحسن من يوم الثاني. بالنسبة للرد على الأعلام المعادي يبقى على تكاتفنا اليزيدي مع المسيحي مع المسلم قبل مئات السنين، ومثل كنا جيران متحابين. تجربة جديدة، والحمد لله عنده إنجازات كبيرة كبيرة أنه أصبحوا مؤسسة فعلا. نحن كمان نفتخر فيهم أمام الدول. دولة فضل الله والأخوة، طبعا أخوانا في الجيش التركي وأخوانا الأتراك أيضا هم ما زالوا يقدمون نظام عم ببعث السوريين خارج سوريا، ما بده السوري تهجير. ما بده شعب يعني. أنا والانسجام اللي عم بشوفه حاليا، نحن كل مرة عم نجي نزور مناطق عمليات تبع السلام عم نشوف في تطور ملحوظ. اليوم نحن برفقة السيد رئيس الحكومة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى زرنا مدينة رأس العين، وكان عندنا ضيوف من ألمانيا، رئيس المستشارية اليزيدية في ألمانيا الأستاذ بركات طاش. كنا سويا في هذه الزيارة لنعبر لنساعد أهلنا في العودة إلى رأس العين. هناك رجوع وعودة للعائلات اليزيدية في رأس العين، وأهم شيء هو في منطقة رأس العين هو تشكيل سوريا كلها من المكونات العربي والكردي واليزيدي والشيشاني والأخوان المسيحيين، كلهم موجودين في هذه المنطقة وكلهم متعايشين منذ آلاف السنين، لنبرهن أن هناك لا يوجد فرق بين كل المكونات في هذه البلدة الهامة جدا. نعم، كم عائلة بحسب ما تعلمون عادت اليوم إلى رأس العين من العوائل اليزيدية؟ حاليا بحدود 20-25 عائلة بدأت تعود، وطبعا الآن مستمر. البارحة عد 3-4 عائلات دخلوا يوميا في رجوع وعودة إلى رأس العين.